الماتش امبارح؟ هقول لك ليه للامانه، لان في لعيب عندي بدا يخش في مشده مع لعيبه الزمالك وهو عنده انذار ومش عايز يبعد. يعني هو امام عاشور شتمه امبارح، فطبعا عمال يقول لي شتمني وبتاع. طب خلاص، ما الحكم هيطردك لو انت شديت معاه، هتطرد، ممكن النتيجه تتحول ما تخسرناها. طبعا هو اللعيب مش سامعني وانا عمال اندي عليه، مش سامعني في الموقف، وانا مش عايز انزل الملعب، عمال اقول لهم كلموه، عمال اقول لكابتن الفريق قول له يبعد. فطبعا اتعصبت برضو، لاني بدا في الاخر شويه يعني شو، شويه من اللعيبه بتاعتي بدات تعمل شو، وانا ما بحبش الكلام ده. انت بتلعب نادي الزمالك وكسبان، بس يعني الشو ما يبقاش، يعني ما تستثرش غضب اللي قدامك. اكسب واكسب باداء وكل حاجه، لكن مش بالضروره ان انت تحط كوره مثلا ما بين رجل لعيب في وقت مش كويس. مش بالضروره ان انت مثلا تقف على الكوره، يعني حركه ممكن تستفز اللي قدامك، تخليه يخش معاك، وتخلي الحكم، يعني ممكن تستثير الحكم ان هو يدي قرارات ضدك. يعني حضرتك فعلا بتلعب على الجانب النفسي، بتشتغل معاهم على الجانب النفسي والفني، وده باين جدا. وحتى طبعا لو الفريق اللي قدامك فيه مثلا او فيه لاعب مستفز او كده، مش المفروض ان هو يستفزه برضه؟ لا طبعا، لا لازم نحترم الخصم ايا كان من الخصم، نادي كبير نادي صغير. ما ينفعش اللعيب عندي ان هو يعني يتهاون او يلعب لمصلحته الشخصيه هو. انا ما بحبش الكلام ده في الملعب. اعمل مهارتك، استغل مهارتك لصالح الفريق، لكن اللي مش مصلحتك انت الشخصيه بس. فكان موقف كده، ويعني وشديت فيه اللعيب، فاروح صوتي لان انا عايز انداله، لان فعلا كان ممكن موقف الحكم ياخد قرار، لان الاثنين شدوا مع بعض. لو ادى انذار هنا وهنا، اكيد انا اللعيب بتاعي اللي هياخد طرد، اكيد. فعشان كده كنت مشدود شويه. خلاص ماشي، احنا نكمل كلام برضو يا كابتن اكتر عن